الرسالة دي يمكن أنا خدت فيها وقت طويل، يعني استغرقت مني سنين في البحث وسنين في التجهيز والحمد لله يمكن في النهاية خرجت بشكل قوي وبشكل كويس. الجامعة الأمريكية عندي أنا كنت مقدم فيها رسالة الماجستير، رشحتها المؤتمر أكاديمي في ألمانيا. طبعا هي البحث عبارة عن أنه إنشاء الاستادات. الحمد لله الرسالة كان خدت أفضل بحث تقدم في المؤتمر، عملنا برزنتيشن يعني كل واحد عمل على البحث بتاعه، وكان مؤتمر أكاديمي علمي مفتوح في الرسالات عن الهندسة بشكل عام. الحمد لله خدت أفضل عرض وأفضل بحث. هي كانت باختصار بتتكلم على أنا عملت زي حسابات للتكلفة الإنشائية لأكثر من الاستادات في أكثر من 56 دولة، وفي نفس الوقت كنت بعمل برضو حساب للأرباح الناتجة عن التذاكر أو السبونسرز أو النيمينج رايتس. فكنت بعمل معادلات طبعا هندسية كتير ما بين القيمة أو التكلفة بتاعت الاستاد وما بين الأرباح المتوقعة من الاستاد في أكتر من 56 دولة منهم مصر طبعا يعني. فهو عبارة باختصار يعني هو الموديل ده أنت بتدخله بعض المعطيات أو المدخلات زي البلد، ساعة الاستاد، الكواليتي بتاع الاستاد A ولا B ولا C، النادي المستضيف اللي هو بتلعب ماتشاته على الاستاد، جماهيريته، نادي كبير، نادي مثلا زي الاهلي والزمالك، نادي وسط في الجماهيريه، نادي قليل في الجماهيريه، فده اللي بيتحكم فيه برضه عشان التذاكر. حجم الجمهور وحجم شعبيه النادي. بالظبط، حجم الجمهور وحجم الشعبيه، ودي حاجه، والحجم بقى الكواليتي نفسه بتاع الاستاد ده وتجهيزاته عامله ازاي، دي برضه حاجه ثانيه، فبيتحط فيه كل التفاصيل دي. بيتحط فيه كمان لو في منطقه تجاريه حواليك تخدم الاستاد ولا لا، لو في روف في الاستاد، كل تفصيله موجوده بتدخلها في الموديل ده بشكل مبسط جدا. طبعا ده خد وقت طويل ومعادلات معقدة شوية، بس في النهاية اللي بيجي يستخدم الموديل ده سواء مثلا كمستثمر أو كنادي أو كحكومة أو كأي جهة يعني، بتدخل هي البيانات والمعطيات دي، بتبقى حاجات جنرال جدا، بيطلع لها التكلفة بتاعت الاستاد، الأرباح المتوقعة قد إيه، العائد، أنت تغطي العائد بتاع تكاليفك في كام سنة، والحجم الأرض اللي أنت محتاجها عشان تبني الاستاد ده هندسيا قد إيه. فدي اختصار كان الموديل، والحمد لله يعني كان في بحث كبير وطويل وخد الحمد لله افضل بحث في النهايه الحمد لله، واتمنى ان شاء الله ان هو يكون في استفاده سواء للنادي الاهلي او للرياضه المصريه بشكل عام. انا كنت مركز فيه على شقين الحقيقه، هو الشق الامني وده اللي احنا عندنا مشكله فيه. طبعا مع عوده الجماهير اكيد هو ملف يعني مستحوذ على كل المهتمين والمتابعين للرياضه المصريه. بالظبط كده يعني، فالشق الامني ده كان مهم جدا، لانه انت بتتكلم على جماهير بقى لها فتره سنوات مش موجوده، وده يمكن كان سبب الدافع عندي ان انا اعمل البحث، انه عايز ابحث في المشكله، وبدات اقرا عن الموضوع والكتب عن الاستادات، طب المشكله جايه منين؟ فبدات اطبق هندسيا التصميم الامني المفروض اللي يراعى من بدايه التصميم او قبل ما ابدا في بناء الاستاد يبقى ازاي طبقا لمعايير الفيفا. زي ما نروح استادات بره بنشوف استاد 80,000 في 40 بوابه و45 بوابه، تنظيم اكتر. هنا لا، بنلاقي عدد بوابات اقل، مثلا 5-6 بوابات وما بنشغلهمش كلهم، وهناك لا، كل البوابات بتبقى شغاله. فعمليه اداره المنشا كمان زي تصميم الامني بيبقى برضه بالشكل اللائق بره، احنا هنا بنفتقدها، عندنا مشكله في التصميم، عندنا لو التصميم معمول كويس بقى عندنا مشكله في الاداره يوم المباراه، ما بنفتحش كل الابواب مثلا. فده كان شق امني اشتغلت عليه بشكل كبير في الرساله، والشق بقى الاستثماريه، لان انت في النهايه عشان تعمل استاد امنيا مظبوط وفق المعايير فيفا ده هيتكلف كتير، وهتعمله بالمواصفات الصح، فعشان يتكلف كتير لازم تفكر بالتالي تعظيم موارد النادي انها يبقى فيه مقابل او ربح منه. فكانت بحث كان متكامل الحقيقه، واتمنى ان شاء الله يكون فيه استفاده منه قريبا يعني. ربنا الحمد لله، طبعا ربنا كريم، الواحد فعلا يعني تعب فتره، والحمد لله بمسانده ناس كتير جدا يعني. انا طوال السنوات اللي فاتت كان في دعم ومسانده قويه سواء من الاهل ومن الاصدقاء ومن اعضاء وجماهير النادي الاهلي، ناس كتير كانت بتشجعني طول الوقت، ناس تعرفني وناس كانتش تعرفني بس كانت شايفاني بجتهد في الموضوع فكانت بتشجعني يعني. كلهم انا مدين ليهم بالفضل وشاكر ليهم جدا. يعني لو انا هختار حد ان انا اهدي له الجائزه فانا اختار كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود والمجلس الاداره النادي الاهلي، زملائي الاعزاء، اللي هو بركات يضرب يبقى ده كان شق امني اشتغلت عليه بشكل كبير في الرساله، والشق بقى الاستثماريه، لان انت في النهايه عشان تعمل استاد امنيا مظبوط وفق المعايير فيفا ده هيتكلف كتير، وهتعمله بالمواصفات الصح، فعشان يتكلف كتير لازم تفكر
بالتالي تعظيم موارد النادي انها يبقى فيه مقابل او ربح منه. فكانت بحث كان متكامل الحقيقه، واتمنى ان شاء الله يكون فيه استفاده منه قريبا يعني. ربنا الحمد لله، طبعا ربنا كريم الواحد فعلا يعني تعب فتره، والحمد لله بمسانده ناس كتير جدا يعني. انا طوال السنوات اللي فاتت كان في دعم ومسانده قويه سواء من الاهل ومن الاصدقاء ومن اعضاء وجماهير النادي الاهلي. ناس كتير كانت بتشجعني طول الوقت، ناس تعرفني وناس كانت تعرفني بس كانت شايفاني بجتهد في الموضوع فكانت بتشجعني. كلهم انا مدين ليهم بالفضل وشاكر ليهم جدا. يعني لو انا هختار حد ان انا اهدي له الجائزه فانا اختار كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود والمجلس الاداره النادي الاهلي، زملائي الاعزاء في مجلس الاداره، مسانده داعمه اكيد وقويه. طبعا يعني كابتن محمود طبعا من البدايه اختياره ليا في القائمه في مجلس النادي الاهلي، ده كان شرف كبير ليا، وكان اكيد يعني سبب لي او نتج عنه عندي حماس ودوافع كبيره ان انا استمر على النجاح، فده كان لي الحمد لله فضل كبير. وطبعا يعني بهدي له الجائزه وبتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله يكون معانا وسطنا قريبا جدا باذن الله يا رب. زملائي طبعا الاعزاء في المجلس كلهم يعني قامات كبيره، وانا بعتز بوجودي معهم جدا، والحمد لله بتربطنا دايما الموده والمحبه، وبتربطنا كمان طبعا احنا شغلنا الحمد لله واخلاصنا للنادي الاهلي تشجيعهم ومساندتهم، والحمد لله تهنيهم كمان ليا بعد الجائزه اكيد حاجات بعتز بيها. ويمكن كمان في برضو عشان ادي كل حد حقه، في شخص ده فعلا وقف معايا كتير جدا اكيد حابين نعرفه. طبعا طبعا، وده يمكن كان ليه فضل كبير ان من البدايه في عرض الموضوع وفي ان هو يحط التركيز الاعلامي على الموضوع. الرساله من حوالي سنتين في وقت يمكن ما كانش في حد عارف عن الموضوع او ما كانش في حد متابع الموضوع، بس هو سلط عليه الضوء بشكل قوي، وده كان كابتن احمد شوبير. يمكن استضافني في مرتين عنده في البرنامج في وقت قبل وجودي حتى في النادي الاهلي او في مجلس الاداره يعني. والحلقات دي يمكن عملت بصمه قويه جدا، وحتى الان يمكن حتى اليوم اللي احنا فيه مسمعه مع الناس وعامله بصمه قويه مع الناس.